بعد وفاة الفنان محمود ياسين. الموت يفجع الفنانة المصرية ريهام حجاج منذ قليل في المستشفى. أعلنت الفنانة المصرية ريهام حجاج منذ قليل عن وفاة حماها المهندس نبيل حلاوة محافظ قفر الشيخ الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق ووالد زوجها رجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع انستغرام. وكتبت الفنانة المصرية ريهام حجاج عبر حسابها على انستغرام قائلة: البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب العزيز الغالي المهندس نبيل حلاوة. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك لمحزونون. واضطرت الفنانة المصرية ريهام حجاج إلى مغادرة فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجوان السينمائي أثر تلقيها نبأ وفاة حماها محافظ قفر الشيخ الأسبق المهندس نبيل حلاوة. وغادرت الجوانة بعد أن كان من المفترض أن تشارك في المهرجان، وانهالت عليها رسائل العزاء من المعلقين ومن بينهما الممثلة المصرية غادة عبد الرازق التي كتبت: البقاء لله ويجعل مثواه الجنة بإذن الله. يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية ريهام حجاج مسلسل لما كنا صغيرين الذي عرض في دراما رمضان الماضي.